الحمد لله بزافا بزاف، والصلاة والسلام على رسول الله لا جاه إلا جاه سيدنا محمد، الله معك أيها الجاه العلي. أما بعد أيها العشران، يقول الله في القرآن: يا أيها الذين آمنوا ديروا مزيان مع الله وقولوا هدرة معقولة يصوب لكم تويشياتكم ويدير عين ميكة على قواداتكم، والذي يتكلبن لله سيدبر على نفسه تدبيرة ناضية. إن أقود القرنابي كتاب الله، وأوعر الهدي هدي محمد، ونم اللعيبات الجديدة بميكتها، وكل جديدة بميكتها دصارة، وكل دصارة داخ ودوخ، وكل داخ ودوخ في العافية. أما بعد أيها العشران، فقد تناكت سنة جديدة، وبنادم قلقولته مريضة، يديرون لبعضياتهم العصا في الرويضة، وبعض المكورين المخورين يديرون لرأسهم المصيدة. صبحنا على المتشبه بالمراوات الذي يصوغ الحديدة، لابس حوائج زرقة، طار عليه شعب القوادس والمرقح، وداروا له الجوقة، حوموا به مثل تحوام الدبانة على الخرية، ولو لقوا من أين يدوزون له لخشقجوه أو شمهروه. البشر كيف داير؟ والله تتوحش أحياناً أيام الحسن الثاني. 2019 وما زال المغربي يعيش على الفضائح والشوهة، البوليسي يحب الشوهة، ومول القهوة يحبها، ومول المخبزة والسدور والميكانيك والنجار والعطار يموتون عليها، والإعلام ضارب ربه الخلاء يتمعش بها: شوف تيفي، اسمع تيفي، رقية تيفي، كف التيفي. والكل حال دلقومه هاه بلا حشمه. أحبتي في الله، دويوا علينا وجيوا علينا، هذا مول الأزرق، هل رب ربائبه أحمق؟ يعرف أنه يعيش بين الضباع ويعطيهم الفرصة. لا حول ولا قوة إلا بالله. أقول هذا الكلام لأحفظ طرماحتي، كي لا يسمعني بعض المشرملين فيفهمون أني أدافع على القزحيين والقزحيات. كثر المداويخ، الله يحفظ. يكون السيد جالس مبوق أو مقرقب أو شارب بيدوزة ماحية، فيسمعك تدافع على حقوق الإنسان فيتقلق، ويمكن أن يخرج جنويه ويرشقها فيك. لو كان عند مول الأزرق سلطة أو نفوذ لما زعم عليه أولاد الهاربة. أنا أقول الحق، والله على ما أقول شهيد، لكن لا أشرح ولا أملح، والحر بالغمزة والعبد بالدبزة. ما إن بردت المصيبة الأولى حتى مرمقتنا قنديلة أخرى بمصيبة ثانية. المشكلة ماشي فيما دارت، المشكلة فيكم. نعم، كلكم منافقون وخارية على أمكم الوقت. كثر القيل والقال والهضرة والغوات بالدفال، والنتيجة بحال بحال. هذا يقول حرة تدير ما بغت، وقال آخر منافقة وشبعها سبان. تخلط الناس في آرائهم، ووليت لا تفرق في الخطاب بين علماني وشطابه. إذا دافعت حيحوا عليك، وإذا هاجمت عربطوا عليك. والله إنها الفتنة، وكلمة الحق ولت كالقنبلة تتطرطق على صاحبها. إخوة الإيمان، ماشي من عادتي أن أتعامل مع أكحل الرأس بشد إلي نقطع إليك، لكن هذه القنديلة التي نشوف صورها في باريس وهي زاهية، وما زلنا نتسنى صورها وهي كاسية عارية، هذه المسمات تخراج العينين، تسببت لي في مناتفة. مشيت في الصباح مع النبوري لأتحمحم، دخلت السخون لأكمد عظامي، فإذا بواحد الرجل من معارفنا ريحة الشحمة في الشاقور، سلم علي
فقلت مع نفسي قوادح، لأنه بلبال وقنبال وعياش محتال ويغير رأيه حسب الحال والأحوال. كنت متكئا على البرمة فجلس بجنبي وقال: بانوا على حقيقتهم أولاد الهاربات. قلت: شكون؟ قال: الذي حواك. قلت: زير، فأنا أكبر من والدك. قال: القناديل. قلت: ما لهم؟ قال: يديرون للمواطن الصابونه، يغرونه بالدين حتى يضربون أيديهم المناصب والملايين، وهم في الخفاء شياطين على أولاد الشعب كذابين. كان يتسنى أن أشد معه الستون، لكنني شفت فيه شوفة حارة تخربق، فبدأ دماغه يدي ويجيب، فسولني: هل أنت تدافع على اللحايا المنافقين وأصحابات الدرور المنافقات؟ قلت له: ليس في القنافذ أملس. رجعت فيه الروح وقال: برافو عليك، كلهم قنافذ. قلت له: لم تفهم أي خرية. قال: كيفاش؟ قلت له: أنت قنفود وأنا قنفود وهي قنفودة وهو قنفود، كلنا قنافذ. تعجب وظن أن البرمة خرمزت رأسي، لكنني كملت الشرح: نعم، كلنا قنافذ وكلنا مشوكون، لكن الفرق هو أن كل واحد يخبي شوكه ويمثل عليك أنه أملس. هذه القنديلة عرفت كيف تدبر على كرها، ولو لقيت كيف تدبر على كرك لدرت أكثر منها. كل يدبر والحياة تدبار. الذي يلقى فين يغرس شوكه يغرس. الإنترنت اليوم تظهر أشواك القنافذ التي تصيدت، والقنافذ الأخرى كلنا نشوف هذه الأشواك ونعيبها وننسى أن على ظهورنا أشواك أكبر منها. أيها المؤمنون، الرزق مثل البزولة، فمن دبر على بزولة يختبئ في الظلام ويمصمص فيها. بعض المرات زهرك يكون خرواني، فتفرش الإنترنت بزولتك فينشف حليبها وتفطم من الرزق الذي كنت تتمتع به. قبل أن تتشفى في صاحب بزولة شد حياً، تذكر أن الدوائر تدور، قد تمسي ملتقماً حلمه وتصبح ملتقماً حشفه. نسأل الله العفو والعافية. تبغون الخير ديروه في رؤوسكم، وتهلوا في ديوركم، وعاونوا المحنسرين المطحطحين في دروبكم وبلا عياقة. بارك الله فيكم وكثر من أمثالكم وأبعد عنكم أولاد الحرام. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. فين ديك البزوله؟